بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا في مشتلة محمد بن يمينة بحي الشمال مليانة. لا سمعنا نشوفوا هذه المشتلة صغيرة وراه بدا بإمكانيات صغيرة وراه إن شاء الله غير طلق البلاقل. ماذا بينا نزيدو نشوفوا نعاونوا الناس هذو باهي يديروا حاجة كبيرة أكثر من هذه إن شاء الله. واو معنا السي محمد ويعطينا فكرة جديدة على واش دار واش راه باغي يدير. تفضل سي محمد. السلام عليكم، مرحبا بكم. أول شيء العملية تاع هذا المشتري قمت بها حوالي عندها دوك 3 سنوات، وقمنا بالمشروع بالحفاظ على الحديقة العمومية، بعض الأشجار التي هي نادرة، ومنهم كما احنا رانا نلاحظوا هنايا الصدرة يعني راهي في حالة انقراض، الجينكو بيرو باللغة الصينية تعايد الاسم تاعها يونغسينغ، باللغة العربية صدرة الحياة. عندنا هنا لا ماريور لا غروند ديكتور تاع لا فيرجيني كما راكم تلاحظوا فيها هنايا، هذه النوعية هي ثاني فريدة، هذه لا ماريور لا غروند ديكتور تاع لا فيرجيني كما راك تشوف فيها أصول أمريكية. هذه ثاني قمنا بنقل كل البذور الموجودة في الحديقة العمومية، سطح حوالي 17 نوعية، من منها لا ماريولا غراندي فلورا، جينجو بيروبا، عندنا ليغاب تاع كندا، عندنا ثاني بلاطان نوعية أخرى، عندنا لو ماروني دان. ماروني دان هو فيما يخص سي محمد البلاطان، كاين مدينة مليانة معروفة بالبلاطان، وأنا نشوفو نقص كاين بعض الأشجار اللي غايت راحت وفنات. مازال ما تعوضتش في بلايصها الشهر، وكاين الناس ما بارك الله فيهم راهم هنا في مدينة يسيو يحافظوا على هذو المناطق وكاع، وماذا بينا انتم تدعموهم بهذو البلاطان وكذا منا، وما مشت فكرة هنا في مدينة راهم ديجا غرسوا الشجر تاع بلاطان، وكاين دي جون يفوتوا يكسروهم يفوتوا ما مش مغلفين كذا منا ما فهمت الناس. هي في الحقيقة ثقافة تاع لونفيرونمون سكي كونسيغ التصدير، يعني كان نقص كبير، وما نقولوش للمسؤولين المحليين، لكن لازم ثاني دور المجتمع المدني. المجتمع المدني هو صحيح، بارك الله فيك. المجتمع المدني لازم هو يحافظ، كما شاهدنا عندنا لا بريزرفاسيون تاع الحب الملوك، إلى ديسباغ الحب الملوك. وي. يعني كيما بلاكني، عندنا البرفوغا، هذو الأنواع فقدت بزاف. حتى في بعض المساكن العناصر الجميلة الناس ولاو ما تغرش. ما بكي كنا نشوفوا الناس قاع عندهم حف دي جاردان، دي جاردان قاع في ديارهم، دوك انقرضت اللي راهي قاع بيطو. لا لا والحمد لله، الحقيقة رانا حنايا في هذا المشتل تنقل ما تقول حفظنا حوالي 5000 سطر. الله يبارك. وهذا 5000 إن شاء الله تكون هي مشروع. المشروع اللي راني نقوم به هو باش نعاود يعني تسجيلهم في هذه المدينة. إن شاء الله. مالك العام هذا والعام المقبل إن شاء الله على حسب الظروف اللي تكون عندي نزيد نقدموا لها. اتفضل اتفضل اربعة. كما تشوفوا هنايا في الحقيقة المكان ضيق جدا، معليش لكن كنا هنا الماروني، هذا نوعية تاع الماروني من مناطق البلطيق، حوالي فيها عندي حوالي 4000 شجيرة أو 5000، العدد ماهوش محسوب. عندنا لي سوبلورين، هذا سوبلورين غرسته بأمبوتيو. عندنا راسابورا جابونيكا، هذا نوعية ثانية نادرة. عندنا لا ماندوريا، عندنا الجينجو كما راكم تشاهدوا هنا. تفضل هنا قبل ما الماكله خلاص حتى ما عنديش وين نجيب نغرس. عندنا البانسيفاس تاع ليكوس، هذا ثاني وجدناه في الحديقه العموميه. هي في الحقيقه ليست حديقه عموميه، ليست جاردان بوتانيك، يعني فيها اصدار نادره ودعم علمي. عندنا لوشان كما راك تشاهد هنا لوشان. الجينجو راهي
راه مفرغ. عندنا كذلك لو كاكي بير وجدنا ثاني في الحديقه العموميه. البلاطون الحمد لله عندنا فيها حوالي 1 مليار صدر هنا تاع بلاطون عندنا الخليج. فيما يخص كاريتوس كاين دو موديل محمد كاين اللي تجلى يعني احنا نقولوا له نتا ايه اللي ميديسينال هذا كما راك شاهد هذا طبعا هنا في مليرة كاين بقات شجره واحده تاع اللي تجي الوقع تاع حلقة وفي مال غير في المينا في المينا عندنا هنا يا سيدي قدام الشرع اما هذاك مال لا لا عندنا وحده قدام ما شفتهاش بلحت منها بلحت اللي قالت واحد انواع ثانيه كذلك عندنا لوغي عندنا الميري كذلك عندنا عندنا لوكاكي لوكاكي دار الفلاكمين الاخضر وعندنا الفلاكمين الاحمر هذا الكاكي دار متواجد هنايا وهذه كلها صفرة صفرة يعني حوالي عندنا هنايا لوك حوالي الله يبارك ما شاء الله هو مشروع مدينة مليانة يعني هذا اللي طبعا قدموا المسؤولين حقيقة هذا عندنا لو صوبيس في البانو لوكا ولو صوبيس بدات تلقح ولو صوبيس هذا في الحقيقة مشروع هذا يقدم على مستوى البلدية وراح يكون يجيب سياح إذا كانت هذه الأشجار أتينا بدنا العناية وقمنا بتسجيلها في مدينة مليان يعني هذه الأنواع مفقودة حتى في المستوى الإفريقي وتكون مغروسة في بعض الأحياء المدينة و يعني حتى ولو يجي لها الزيار من يعني هذا الأشجار نادرة ما كانش هنايا يعني ما كانش بس هي سي محمد تتصل بناس هكذا اللي يعاونوك اللي يعني الاتصالات كانت أول بداية كانت مع البلدية لكن ظروف ظروف البلدية محدودة إيه كي كان صح ظروفهم محدودة يعني إمكانيات ما كانش وأنا قمت بالمدراء وحدي وحققت المشروع نتاعي الله يبارك محمد ما شاء الله وحنا نتمنوا هذا تبقى للمسؤولين المحليين وحتى على المستوى الولايه وحتى على الوزاره لان هذا الحديقه العموميه يعني لحد الان 62 بعد الاستقلال حتى يومنا هذا نتا يعني ما نتا بريزيرفي لاول مره بريزيرفي يعني النوعيات اللي كاين في الجنين اللي ديسيت فاريتي راه ما عندي هنا في الحديقه يعني نحيت حتى المشكل الوزاره يعني حتى الوزاره غابت على المشروع المهم محمد الله يعطيك الصحه والحمد لله عندك فولونتي ان شاء الله درت حاجه مليحه وان شاء الله الناس تشوف هذا الفيديو ان شاء الله هذا ستيم بتي شوز هذه الناس تشوف هذه واش الناس شي تخدم واش غادي هذا مشروع لي فيتور جينيراسيون يعني لو كان محسوب نبداو نشوفوا على المدى البعيد هذو الصغار كاين غصو في المليانة من على 5 سنوات يكونوا كبروا يعني حاب يقول يندمجوا لها سياح انا خممت مثلا علاش بغيتهم في مدينه المليانة باش تكون عندنا نظره جديده للمدينه لا معليش بدينا بهذا الفيديو صغير بان الناس تشوف واش الناس غير تخدم واش راحوا بارك في الله وفيك سي محمد الله يحفظك